الباص مغلق أو خارج منطقة التقفيل، يرجى الاتصال في وقت لاحق. الموضع عرض الفضل. الو الو جوا، الله يقويك. انت وينك فيه؟ اياس وانا ادق عليك، كل الجهاز مغلق. والله كنت برا المكتب وعندي مهمه. والحين وينك فيه؟ قريب البيت، خمس دقائق واصل. يلا باي. السلام عليكم. وعليكم السلام. زين، ما بغيت تدش البيت، صار لك ساعة برا قاعد تسولف بالتليفون. شغل، قاعد اتكلم تلفون، عندي شغل. شغل؟ شو هالشغل يا طارق اللي ماسك التليفون برا ساعة كاملة تضحك وتتبوسم؟ انت شنو؟ قاعد تراقبيني؟ ليش؟ انت خايف من شيء؟ ولا ما تبيني انطرك؟ لا ما اقصد، بس كلامك نرفز. حلوة هذه، الحين صارت لهفة المرأة على زوجها وخوفها عليه شيء ينرفز. طارق انت خاش عني شيء وانا ما ادري عنه؟ شوفي بنت الحلال، قاعد اتكلم تلفون برا، عندي شغل، وعمري ما خشيت على شيء. بس لو انت تشيلين الوسواس هذا براسك، والنصر كلها طيبة، حياتنا تمشي.